مساء الخير وصباح الخير يا مش قادر احسبك. شوف فينا اتشغلت انا مع بعضنا في مايكرافت هناخد ان شاء الله نحاول نجمع عيون الاندر مان اخوات عشان نروح البوابه ونظبط الامور بتاعتنا. بس نشوف معانا كدية منيها جوا في الشيستات بتاعتنا، بس يكون معانا كميه حلوه منيها او يكون معانا يعني شويه كويسين. هنا فيش، هنا مفيش، تمام. هنا مفيش، هنا دي عاوزينها برضه البليس عشان ايه نظبط الامور. هنا الاكل مفيش، متهيألي هنا برضه هيبقى دايموند وحاجات يعني مش هتبقى حاجات فيه. تمام طب وريني كده الشيستات بتاعتنا. مفيش، تمام معانا 6 وممكن يكون معانا هنا صدقني يعني في حاجات هنا مليانة الشيستات عشان نكسرهم. هنا في، لا مفيش، هلبس بلوكات الدايموند ده عشان نحطه وهات يا باشا الحاجات دي. هنا مفيش، هنا مفيش، هنا مفيش، تمام مفيش يعني. طب خلاص مش هطلع حاجة، بس ان احط الجولد نحط الحاجات دي هنا فوق، نحط برضو العيون عشان اخواتي والعصيان دي عشان ما تضيعش عشان لو حصل في الامور امور. يلا يا باشا هات يا باشا دول، ماشي نلبس دروعنا نظبط ادواتنا عشان ايه وننام والصبح نتحرك. هات يا باشا الخوذة والدرع يا حبيبي والبنطلون ولا ايوه البس 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 ظبط بس هي ادواتني تبش الحاجات دي. تمام في تمام تمام طب ماشي احنا كان في شيستات تقريبا عايزين ده عشان ناخد منه طرش وعايزين اي حاجه فيها اكل. بتهيألي كان معانا اكل هنا، كان في برضه واحد فيهم تقريبا في اكل بس مش فاكر مين لان هو فين بصراحه. هات ده كده، ده في طرش، هات لنا مثلا هات لنا سكين وهات الحبايه دي عشان بصراحه لو احتاجنا يعني. ده في البوشنات تمام. هات يا باشا الاكل دي، ممكن ناخد الحصان معانا بصراحة عشان ايه بدل ما نمشي مسافات ضخمة، او نقول لك خلي الحصان بصراحة فمش محتاجين هيقعد يجرفني بصراحة وانا ابقى شايل هم. في تاني هادي يا باشا، بس كفاية الاكل ده معانا كتير بصراحة. تمام ارفع باشا ده فوق، ارفع ده فوق برضو، يلا يلا هات. تمام ارفع بس الحاجات دي دلوقتي فوق، لا السيف خلي السيف معانا، ارفع ارفع وارفع ارفع وهات ستاك خليه معانا هنا. بعد كده نروح ننام اخواتي. تمام كده اخواتي اتحركت، يلا جاي نعمل رحلة استكشاف او نحاول على قدر الامكان نحنا نجيب اندر مان. احنا كان معانا 6 هناك، عاوزين على الاقل يعني 4 يعني مش هيبقى معانا 10. تمام ان البوابة تقريبا تفتح ب 9 واحدة نروح بيه، ولو لقينا اكتر يا ريت يعني بصراحة عشان فعلا هنقعد نحذفها وتقعد تدلني. يا رب تكون اندر مان، بس محتاجين اندر مان. في سكليتون هناك، في 2 سكليتون كريبر قذر، شايفين سكليتون قذر والتاني اهو وكريبر واقي هناك، وفي كهف هناك عاوزين نروح الكهف ده انا ممكن نلقوا في اندر مان فيه او ممكن نلقوا برضه حاجات حلوه فيه. فبس نبعد شويه كده عن الكريبر والسكليتون القذرين اللي هناك. يلا حبيبي يلا اجري اجري. اهو في صوت اندر مان، فين فين والله سامع صوت اندر مان اخوات. طب فينك يا ورق؟ اه كهف تحتينا دي، يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. وقعنا وقعه، ما انا بقول في صوت يا جدعان والله. هات يا باشا هات اهم حاجة، بس اول حاجة هات البيكاكس نكسر ناخد الايرون. اوعى توجعني بالله عليك، عاوزين ناكل حاجة برضه عشان ايه نظبط. يلا عشان كده اخواتي نهيئ نفسين. يلا باشا يلا باشا هات يا باشا الايرون، انا هحتاج الايرون بصراحة. طيب كسر سنة وانزل حط شمعة هني. ايه ده ورق، ايه ده في كهف تاني فوق. طب ماشي متزعونيش بقى، في صوت سكيلتون، في صوت سكيلتون انا قلت. ايوه بلع بلع خلاص. هات يا باشا، طب انا كنت سامع صوت هني والله انا نازل عشان الاندر مان. هات هات دي الايرون ده الاول، هات الفحم برضه عشان نعمل لنا شمع اخواتنا بصراحه محتاج الفحم. طب انا نزلت منين انا تقريبا؟ لا الناحيه دي برضه ضلمه، نزلت منين؟ ايوه عشان نبقى عارفين بس الدنيا. عايزين نحط شمع تاني هنا عشان كده احنا عارفين احنا نزلنا من الناحيه دي عشان ما تخش داخل الكهف. تورني طيب ماشي، هات يا باشا الايرون، هات يا باشا هات يا باشا الفحم، هات اهم حاجه الايرون، ايرون اهم حاجه. يلا يا حبيبي تمام، هات يا باشا لم الايرون وبرضه الفحم عشان محتاج الفحم. يلا يلا باش يلا حبيبي يلا يلا باش، كميه فحم كتيره بس يلا مشي مشي حالك بس. تمام يا ساتر يا رب، وريني بس الحته اللي هناك كملناهاش نستكشفوها. يا ساتر تعال 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 ابلع ابلع. والتالت سامع صوت، طيب يا ساتر بيبي بيبي او اي ورق. خلاص خلاص يا ورق لابس كثير يا ساتر. ثلاثة خلاص حبايبي حبايبي خليكم اخوات خليكم اخوات العب اخوات. ورق 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 ايوه وانت ابلع يا ورق. طب طيب بيجوا منين دول؟ طيب هات يا باشا بس اول حاجة نهيئ نفسين ونكسر يا باشا يا عم مش بالسيف بكاكس يا باشا الايرون دي. يلا طب انا كنت سامع صوت اندر مان راح فين؟ طيب ايه ده في تفرعات كتير نورين. طيب ايه ده ماشي زباين عليها كهف كبير والله، والله كان في كريبر عشان ابص الهدوء ده انا اكرهه. طب ماشي نشوف هنا الدنيا
تقريبا نفس اللفة اللي هنا يعني. تمام، ده في فوق تاني يا عم، كهف ده كبير والله. وريني طيب، هات الايرون ده، كهف ضخم جدا جدا يا كريبر، شايفين؟ هو ده اللي انا كنت خايف منه، هو ده اللي انا كنت خايف منه. في تاني جوه؟ لا مفيش، خلاص كده يعتبر وصلنا للحتة دي، سد من السد بتاع. يلا حبيبي يلا وش ننزل، عايزين ناخد اي حاجة ايرون، سيبناها احنا وجايين. ده في تحت في سكيلتون، طيب وريني كده. ماشي هنا الدنيا تمام، اطلع كده يا باشا، الايرون تمام يا خلاص تجرفناش. تمام في ممرات كتير. تمام جدعان والله ما نزلتش خضر الصوت، اندرمان القذر ولا لاقي اندرمان ولا لاقي اي حاجة. ماشي ده احنا عاوزين اندرمان، وريني وش هو، حاجة توقع لي منين او تلزني يا ساتر يا وريني كده. في حاجة وراي والله، حسيت بيك، حسيت بيك، انا عارف حسيت بيك انك هترميني. لا يا اخي اوقع والله، انا بقول برضه راح حسيت بيه. ايه ده، في جولد تحت، في جولد، جولد حلو، جولد ممكن ناخد الجولد اللي تحت ده حاجة، بس نهيل نفسي. يا ساتر لو جتني منين البلود، مش فاهم يا ابني الورع، شوف بيضرب منين. طب انا عايش بو، انا عايش بو بس معي مش عارف. اصبر عشان ما وجعنيش، خلاص اهدى بقى علينا، اصبر اصبر، ده انا هنزل لك دلوقتي. تالي كان انا واثق ان كان معي بو. تمام فيش الا بو، ماشي. وهنا في البو بتاعنا يا جدعان، في سهام، هات السهام دي في بوها، ماشي تعبان انت في بو دور معانا. لا بس كويس كويس، انا على الاقل معانا بو. هات يا باشا ده، اوعى يوجع، اوعى يوجع، اكسر دي، اكسر دي برضه، اوعى توجع، اوعى توجع. ارفع فين بقى، بس ابلع ابلع ايوه بس مات. يلا يا ورع جرفتنا بنفلك فاين، مت كنت نموت شو الله. خلاص ابلع، ما في يا جدعان وقعت تصديم ولا كل زومبي يخرب بيوتكم. خلاص انتوا خزرين، مش اكسر كسر بسرعه، ناخد الجولد خلينا نطلع من مكان الخزر ده. عاوزين بس نهيل لنفسنا، اهم حاجه اهم حاجه هيل نفسك، اهم حاجه عشان من غير التهيل انت كده رحت في داهيه. بس تمام نشوف في حاجة تستاهل ننزلولها ولا لا، مفيش حاجة تستاهل لحد دلوقتي، مفيش حاجة تستاهل. احنا نطلع مكان أحسن عشان في كريبر قذر شغال يلف يلف يلف، وأنا عارف تمام. بعدين ده لو وقعت وسطهم دول هيهبشوني. هات يا باشا أي بلوكات معفنة من اللي عندي، لو في الدهب ده فوق هدي مكاني. تمام عايزين نطلع بقى، اطلع اطلع اطلع. لا مش عايزين شمع، آسف بقى شمع، لا هكسر ده. تمام عايزين نطلع، اطلع 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 من القذرين دول، اطلع في تقعد فوقيني. اكسر 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 اكسر، تمام خلاص يعتبر كده الان. بس تمام اول وقع ياك، وقعنا كفايه بقى اللي وقعنا. بس شرجينا الكهف بتاعنا كده، الايرون بعد تنويره، اكسر دي شلنا نطلع. تمام اطلع يا ابني خلاص، هو تقول لي ايه ده، ما هتوصل الايرون ده. ماشي يلا حبيبي هات الايرون. طب انا كان في اندرمان يا جدعان، في والله سمعت ان اندرمان، عشان كده نزلت ولا لاقي اندرمان ولا لاقي اي حوار. طيب ماشي، سامع صوت زومبي خزر بس كل اللي سامع. والله كنت سامع صوت اندرمان يا جدعان، تعرف راح فيها من اول حتى. في فوق كهف تقريبا، وريني ايوه في فوق كهف اهو. هاتي بشر ايرون، هات دول، هاتي حبيبي، هات 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 بشر. طيب هنا طب خلصنا، ما راح فين يا القذر دي، هاتي بشر ايرون دي. طب هنا نطلع وندور عليه في الجو برا، مش عارف والله اخواتي. يلا بشر يا ساتر يا رب يا ساتر. تمام ورينا وشه، شوف حتى الضلمة دي، يوصل صوت سكريتون قذر، صدقونا سامع صوت سكريتون. يلا وشه الكهف مش هي لازم. طب وبعدين مش معقول كده يكون خلاص الكهف، دورنا وشفنا الدنيا. ايوه في لسه برضه تحت، استر يا رب. وش الايرون ده كله، تمام تمام. عاوزين نهيل نفسنا برضه، بس اي حاجة نعرف نظبط الامور. يخرب بيت الغابة كله مسدود يا باشا، خلاص اطلع والله اخواتي. ايه ولا خلاص لو كده نطلع برا انا بصراحة، وندور على واحد قذر برا احسن من الحوار اللي بندور عليه يعني. طب انا اخواتي انا اطلع بصراحة، ان انا قرفت بصراحة، خلي ادور ادور مش لاقي اي حوار. فاحنا نطلع يا باشا، نطلع اطلع اطلع يا باشا، اطلع اطلع مش ناقص وجع قلبي اطلع. بس والله سامع صوت واحد مش عارف راح فين، بس يلا ما علينا. يلا باشا طلعنا، في صوت زومبي حواليني، ما علينا. يلا كان فينا اتنين سكيلتون تقريبا وكريبر، بس مش عارف فين. السيف خلي فيه النحس، اوعى وشك يا زميلي،
دي مين شفت هنا؟ بس الصراحة مش عايز ادور في الكوفة واسيب الاندرمان. والمشكلة برضه انا ملاقيش اصلا. بس ندي بصة كده سريع شوفوا ممكن نلقى دايما ولا. ايوه يا خلاص ده انت ورع. المشكلة العيل الصغير ده بيبقى سريع. صرنا حتة مفتوحة في كهف تقريبا هناك ولا مش كهف؟ طب ما فيش اندرمان خالص. ايه الحوار ده؟ والله خلاص يا وراي شيل الشمع ده بدل ما انا ماسك كده شكلي زي الغبي. والله اخوات شكل الفيديو ده هيطول. مش لاقي اندرمان اصلا يا جدعان ازاي؟ والله كنت كذا مره نقابله ونتجنب الاصطدام معاه، يعني نتجنب ان انا نبص في عينه والحوارات ده، ولما نعوزي ما نلقاهوش. سبحان الله في كهف هنا تقريبا. بس لا يا عم ده انا ملوت. او وريني انت معاك ايه. ممكن يا ابن الحرامين ورده بمرضاي. روح روح يا عم روح. الله يصلح حالك وحالي. هات يا عم السهم بتاعنا ده، احنا لقناهوش في الارض. هو تمام ايه ده؟ كان شكلها بكل الفرصة بتاعتنا. ما الحلال يا اخوات ما الحلال. تمام ممكن نرفع السهم دلوقتي فوق هنا ونخلي الشمع تحت ايدينا عشان لو احتجناها بصراحة. هات احنا برضه دخلني. ما فيش حتة ما عملناهاش في ام السيلفر دي. العالم ده قعدنا نفحط فيه شكلنا والله. فيش كهف تقريبا لما دخلناه. اندر ما يا خيي شو بيكم اللي احنا مين؟ والله مبين من هنا. والله كويس يعني لو انا قريب من القرية ما نضيعش. طب نحاول نمشي الناحية التانية هنا. تمام على الجسر اللي احنا عملناه. انا فاكر كنت عامل جسر بس تقريبا كان قدام على اعتقاد يعني. يلا يا ستيف. ايوه الجسر اهو بقى شايفين. حاول نمشي الناحية دي. شوف الدنيا كده على الله. وصلنا قلنا واحد اندرمان واحد اندرمان لو سمحت اندرمان. الله ما الاقي يا اخوات. طب هو تقريبا مش بيرسبنا بالليل، بيرسبنا عادي يعني نهار ليل. هو مش بيتأثر بالشمس. طب ايه طيب يا مش فاهم انا. مش اندرمان. لا اخوات ده حتى هناك احنا بصوا استكشفنا المكان كله. شايفين الشمع حتى هناك اهو. يا نهار ابيض على حاجه ان المكان اللي انا بنستكشفه بنسيب فيه الشمع بتاعي عشان ما نغلطش ونخش فيه تاني. طب ايه طيب فيش اندرمان كده هنا عبير سبيل اي حوار. يا ساتر هنا فيش كهف. لا ولا كهف دي. لا مش كهف مش كهف مش كهف. طب ايه طيب يعني استنى الليل. الله خاتم العجل. والله يا جدعان انا كنت بشوفهم متهرب منيهم مش عارف ليه. المرة دي لما احتجتهم مش لاقي ولا واحد ولا واحد اندرمان. وتشوف كده ورا البيت بتاعنا هنا الله نلقى. بس ده احنا عاوزينهم اربعة اربعة مش حوار. فين طيب واحد بس يستفزوه كده نبص في عيني. مفيش اندرمان يا جدعان والله العظيم. في كافي هناك. لا مش كافي. مش لاقي يا جدعان اي حاجة. ممكن يكون في كافي حتى ده. استنى كده راح نشوف الدنيا كويس. والله انه معمول هنا جسم. طب ايه طيب فيش اندرمان يا جدعان. في شيء خالص والله العظيم. يا ساتر يا ساتر يا رب. شيل السكليتون انا اكره السكليتون يا جدعان. هو الكريبر. طب اي طيب يا جدعان فيش. يا نهار ابيض على حاجه تجيب المرض والله. او انا متضايق او عايز. كويس البيكون بتاعنا بين منين والله عشان ما انتهوش. لا هي ليل علينا انا مش لاقي اي حاجه. ولا تعالي 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 بس الله توقع لي عيال. بالله عليك وقع لي عيال مش بعد المعركه دي. ولا 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 لا 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 هيموتني يا اخي. اديله بزوره وابلع يا اخي موت. وقع ليش ولا عين ولا يعني ضحك علينا ولا. طب نلحق نروح يا عم. وقعش عين. اجري اجري قبل الليل اجري. خد شمع كده فيدني قبل الزومبي كانوا يعملونا مرجعه هنا. بسرعه 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 عشان نهيل. امسك السيف خلاص اركب يا ورع. كويس نبتنا قريب. بس المشكله مش لاقي اندرمان يا جدعان والله. لف 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 بسرعه. بس انا عاوز انور الحتت دي صراحة. شافيش واحد قذر يحتك كده قدام بيتي. يمكن كده حوالين بيتي ناير الدنيا والدنيا كده مظبطة. شافيش واحد حيوان يقول يجرف. بس كده الدنيا ناير ومظبطة. شوف كده ممكن نلقى اندرمان. اندرمان اندرمان ليز اندرمان يا خي اندر. ايوه تعال تعال يا ورع. هي ورع هي ورع. تعال تعال يا اخي مش عاوز اشوف. ايوه تعال تعال. لا 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 خلاص هيموتون هيموتون. تعال في المية في المية في المية. خفة هات البكاكس دي. ايوه تعالي. لا ايوه انت هنكسر وشك. انا بدي تعال انا هكسر وشك بدي. لا انا اقول لك هكسر وشك بدي. وانت بلع وانت بلع وانت بلع. والله والله خلاص يا ورقين خلاص. موت 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 انا. لا لا تعال تعال بالله عليك ما تموتني. بقول لك بالله عليك ما تموتني يا ورق. ايوه وانت ابلع. وقع لي عين اسطوره. خش 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 بسرعه عيل. خش بسرعه عيل عيل. ده عذاب عذاب انك يا رجل قاعد تصطاد.
على 7. يلا يلا هي اللي قبل ما يخلص، خلينا نشوف الدنيا. يلا هي المشكلة السب بتاعنا ضعيف، عاوز انت تقوم تفاير عليها تعمل شغل. نور يا باشا الحتت دي، نور يا باشا، نور نور مش نكس عذاب، نور. مش اندر مان تاني؟ اندر مان، اندر مان، لا مش اندر مان دي، اندر مان، اندر مان. خرب بيت الكريبرات والسكريتون. اندر مان، خلينا جنب القرية وجنب البيت بتاعنا، شايفين كل حتة وكريبر وعذاب والله. مش لاقي اندر مان، كويس ان اخذنا عين والله. كريبر واقف جنبها جنب الايرون جولم، يعني عذاب والله. مش عارف ليه الكريبر ما بي، قصدي مش عارف ليه الايرون جولم ما بيهبش الكريبر، كان ريحنا من العذاب. انا مش لاقي يا جدعان والله، طلع عظيم عذاب يا جدعان. كويس اخذنا واحده بعد المعاناه الطويله دي. مش كنا نبعد، نبقى بعيد شويه على البيت. اه شايفين سكريتون، سكريتون، شايفين كريبر. اه لا اهم حاجه ده يموت، عشان ده لو مات هتبقى الدنيا حليت. يا عددهم كتير والله، عددهم كتير. لا ساتر، ارمح 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 ارمح، انا اسف انا اسف. اقفل 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 الوطين دول، والله شكلها يبقى مرة طاف. شايفين واقفين، شفت واقفين، تعالي خش علي يا ورع، خش علي. ايوه تعالي انت، تعالي يلا معنا طلع، يلا ورعين، يلا وراه لحظة. تعال 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 معنا طلع، تعال تعال معنا طلع، خش علي خش علي. تخلصوا علي ولا ايه؟ انا خدوها لعبة ولا ايه؟ لا والله دي لازم تجي هيد شوت. ولا انزل سني اديلي، والله جبتي فين هيد شوت. والتاني بيتحرك بيتحرك، لا لا بهد انك علي بلا بلا ايه سبايدر. لا يلا بينا، يلا بينا على البيت بدل ما تموتوا مني. انت باشا مستوى الخبرة دي، وعاوز نصلح الايرون جولم بصراحة، عاوز نصلح الايرون جولم، الايرون جولم يستاهل بصراحة. بس نجيب اول حاجة الكلاب، تعال تعال باشا الايرون دي ماشي تمام. اقفل دي، يا ساتر وين الفجر؟ تجوز يعني ماشي تجوز من مرة، تم كلوب بيظنوا يا عم ناش. اقعد انت خلاص، اقعد ماشي خلاص، اقعد بقى لا ما تروش ناش يا حبيبي خلاص ماشي. بس كده حاجة انفجرت، انا خايف حاجة تكون انفجرت قدام بيتي. طيب ماشي نحلل دي برضو، حلل يا باشا ده عشان التسع حلوة. حط هنا ماشي، واروح لوقتي الفرن، حط الحاجات دي لوقتي تمام، نحط الحاجات دي برضو، حط الحاجات دي لوقتي، حط الأكل، حط حط لا ده لا، حط الشمع، حط الأكل، حط يا باشا، حط مش حط برضه في اللي فوق برضه عادي، كمل تمام تمام كده تمام. حط برضه البو بتاعنا، حط البو العظم يتحط هنا تمام. الدرت طيب ماشي، ده ليه مكان، ده ليه مكان هنا وخلاص لوقت. طب ماشي ده المفروض ليه مكان يا باشا ماشي تمام. في لحمة زومبي تقريبا برضه ليها مكان، ليها مكان. حط يا باشا ده اللي مش عايز اروح، نروح نساعد الايرون جول يا ابني. والله في انفجار حصل، خلاص تعالي مش هنضل وراك انا تمام. نقفل بس الباب، شوف فيش كريبر ولا خزر، خش تصلح تمام خلاص. بعد هناك لازم يتصلح، ده الاسود، ده الحمير القري. يلا بس بس يا ورع، ارمي الخزر ده يا عم، ارمي الخزر ده. واخيرا اخواتي بعد عذاب معاناة طويلة استمرت لساعتين، ان انا نقدر نجمع 4 فسطورة بصراحة، 4 يعني مية مية. وانا مش نازل كوفة ولا حاجة، انا عاوز نروح، سيبونا نروح، سيبونا نرجع للقرية بتاعتي بعد العذاب اللي انا كنت فيه. اه تمام الحمد لله بان البيكون. تنقول انا تهت ولا يا جدعان؟ وات يلا 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 خلينا نروح، يلا بلا كوفة الوقت ولا بتاع. في كهف هناك استنى استنى، ممكن يكون في، يكون انا لوت قبل كده بس انا مش فاكر بصراحة. يا عم امشي خلاص اجري. اوب لا مش كهف كويس، في ايه ده؟ في كهف اهو يا زميل، يا ساتر. مش عارف بصراحة، ممكن اخليه في فيديو تاني بصراحة، لان انا بصراحة الحلقة كده طولت قوي من 3 ساعات لكده انا وبنصور يعني حوار. خلاص يا ورق ايه ده وزيد ماشي ما علينا، جلتش غريب في اللعب. يلا خلاص روح روح، خلينا نروح. انت عاوز تعالج؟ لا خلاص سليم، اللي هناك ده متحبش، شايفين مسكين نعالجوه. بعد كده يا باشا نروحوا شيل العيون بتاعتنا يا باشا، مش مضيعش، لو حصلت اي نصيبي هموت، نبقى على الاقل حاجات محفوظه. يلا يا باشا مع السلامه، يلا البيت، البيت بتاعنا بعد اذنك، بعد اذنك. يلا يا باشا تمام اقفل يا عم، انتوا قاعدين لي على سريري. اوعوا حط حاجه العيون الحاجات دي فوق، ارفعها يا باشا، ارفع ارفع ارفع. ايه ده فيش مكان ماشي، ارفع فوق ارفع فوق ارفع فوق ارفع فوق ارفع ارفع ارفع. هات العيون كلها على بعضيها، في العيون ايوه معانا كمان تمام. 11 اسطوريين حلوين قوي، حلوين مية مية بس تمام. بشا خلاص يلا البس دروعك تمام تمام يا زعيم.
كده يا اخواتي طبعا هيكون فيديو النهارده انتهى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. حاول يا باشا نوصل لبوابة الاند ونشوف الدنيا يا باشا ونروق الاداء كده. اخواتي طبعا كنت في فيديو النهارده نسخة لو عجبكم فيديو مش تنسوا القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشتركوا في القناة وتشتركوا في القناة. موجود معايا يا اخواتي، سلام.